بنعيش خلال الخمسين يوم أفراح وبركات قيامة السيد المسيح من بين الأموات. والنهاردة عاوزين كنا نتكلم عن نقطتين في أهمية القيامة. النقطة الأولى عاوزين نتكلم فيها أن قيامة السيد المسيح أكدت وثبتت للعالم كله حقيقة القيامة من بين الأموات. يعني إيه؟ في الحقيقة أيام السيد المسيح لما كان عايش على الأرض كان اليهود بينقسموا إلى فرقتين، فرقة الفريسيين ودي كانت بتعترف بقيامة الأموات وكانت بتعترف بالأرواح والملائكة، وفرقة تانية اسمها الصدوقيون ودول ما كانوش بيعترفوا بقيامة من بين الأموات ولا بالملائكة ولا بالأرواح. وما تستغربوش لما تعرفوا انه مجموعة او فرقة الصدوقيون دول اللي كان بيختار منهم رؤساء الكهنة، يعني قيافة وحنان ورؤساء الكهنة دول كانوا من اللي بينتسبوا لمجموعة الصدوقيون اللي ما بيعترفوش خالص بالقيامة من بين الأموات وما بيعترفوش بأنه في حياة أخرى. فقيامة السيد المسيح أكدت هذه الحقيقة. هو في الحقيقة السيد المسيح أكد الحقيقة دي في فترة تجسده على الأرض لما جه مجموعة من الصدوقيون دول وسألوه عن قيامة الأموات وحبوا يسألوه سؤال علشان يثبتوا فكرتهم، وقالوا لي في واحدة اتجوزت واحد وبعدين الشخص ده مات، فبحسب الشريعة هو مات وما تركش نسل، بحسب الشريعة أخوه لازم يتجوزها علشان يجيب نسل للأخ اللي مات. هما كانوا سبع إخوات وكلهم اتجوزوا هذه السيدة وما جابوش نسل وماتوا جميعا، وفي النهاية ماتت هذه السيدة. طبعا هذا الافتراض افتراض أو احتمال ممكن ما يكونش حصل، لكن هما بيدوا مثال عشان يثبتوا فكرته. فقالوا له في القيامة لمن تكون لهم زوجة، لأنها كانت زوجة للسبعة، فالسيد المسيح وضع ليهم أكد ليهم حقيقة القيامة وإدهم فكرة عن الحياة الأبدية. قال لهم لأنهم في الحياة الأبدية لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء، مش هيتجوزوا أبدا. أما عن حقيقة القيامة من بين الأموات فإنكم سمعتم أن الله قال لموسى النبي وهو في العليقة: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. يعني نسب نفسه لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي الوقت اللي الرب تكلم فيه مع موسى كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماتوا منذ فترة طويلة، فالمسيح قال لهم الله إله أحياء وليس إله أموات. يعني مش ممكن ينسب نفسه لناس اتفنوا، الناس دي أكيد ليهم حياة أخرى بيعيشوها بعد ما تركوا الأرض. عشان كده الله قال لأبونا موسى النبي: أنا إله إبراهيم وإله يعقوب وإله إسحاق وإله يعقوب. فأكد هذه الحقيقة. ولكن في النهاية بعد موت السيد المسيح انتاب الجميع رعب وحزن وشكوا كلهم في حقيقة القيامة. دول مش الناس العادية، ده التلاميذ والمريمات. يعني هنلاقي في يوحنا 20 الإصحاح أو الجزء اللي احنا بنقراه في عيد القيامة مريم المجدلية ثلاث مرات بتقول أخذوا سيدي ولسنا نعلم أين وضعوه، قالت كده للقديس بطرس والقديس يوحنا. ولما ظهر لهم لها الملكين بالثياب بنبيض فسألتهم عن ازاي اي مكان السيد فين. ولما ظهر السيد المسيح بنفسه ظنت انه البستاني، فقالت له ان كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته وانا اخذه. فكرة القيامة كانت بعيدة عنهم نهائيا.
وعندما أخبرت المريمات التلاميذ بقيامة السيد المسيح هتلاقي في إنجيل لوقا كده يقول إيه، فتراءى لهم كلامهن كالهزيان. فتراءى لهم يعني للرسل كلامهن اللي هو كلام المريمات كالهزيان، ولم يصدقهن، ما صدقهمش. لا المريمات ولا التلاميذ كانوا يصدقون هذه الحقيقة، وده اللي ظهر أيضا لما السيد المسيح قابل تلميذي عمواس وكانوا قاعدين يتناقشوا. فالسيد المسيح قال لهم انتوا بتتناقشوا في ايه؟ قالوا له انت متغرب عن اورشليم ما تعرفش، ده كان فيه انسان كويس اسمه يسوع، كنا نظن انه هو المزمع ان يخلص اصلي، كنا مفكرين كده، ولكنه خلاص مات. والغريبة هم بيقولوا كده يعني انه بيقولوا انه هو امن بين الاموات، يعني بالنسبة لهم الموضوع ده يعني طرافة، شيء مش معقول. رغم ان السيد المسيح قال لتلاميذه عن موته وصلبه وقيامته حوالي اكتر من 3 مرات في متى 16 ومتى 17 ومتى 20، وهو طلع على اورشليم قال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم ليصلب، وقال لهم اكتر من موضع ان لم تقع حبة الحنطة على الارض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت فهي تأتي بثمر كثير. كل ده اتنسى في لحظات الصلب. التلاميذ في بستان جسيماني وعند القبض على يسوع الجميع تركوه وهربوا، وما تبقى 2، القديس يوحنا والقديس بطرس، اللي هو القديس بطرس اللي انكر 3 مرات قدام جارية وقدام مجموعة من الخدام. دي كانت الوضع اللي كان فيه البشرية في وقت قيامة السيد المسيح. فكان لازم السيد المسيح يقوم ليؤكد حقيقة القيامة من الأموات، وليعطينا أيضا فكرة عن طبيعة الجسد اللي احنا هنقوم بيه. لأن القديس بولس بيقول إيه؟ لأنه سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته، هنلاقيها في فيليبي 3:21. يعني الطبيعة اللي السيد المسيح أو طبيعة الجسد اللي السيد المسيح قام بيه ده هو دي الطبيعة اللي احنا هنقوم بيها من بين الأموات. سوف نقوم ونأخذ أجساد ممجدة لا تحتاج للأكل ولا للشرب ولا للراحة، لتكون وتتناسب لتتناسب مع الحياة الأبدية. محدش شاف هذا الجسد الممجد، محدش عينه، محدش يعرف طبيعته، ما نعرفوش غير عن طريق السيد المسيح. السيد المسيح هو اللي ادانا فكرة عن طبيعة هذا الجسد وعن المجد اللي الإنسان هياخده لما يقوم من بين الأموات. فتأكيد حقيقة القيامة من بين الأموات وتأكيد أو شكل الجسد اللي هنقوم بيه وطبيعته الممجدة دي ادهنا السيد المسيح لما قام من بين الأموات. النقطة الثانية أن قيامة السيد المسيح من بين الأموات أكدت حقيقة لاهوته وأنه هو ابن الله الوحيد، هو الله الظاهر في الجسد. لو ما كانش حصل قياما من بين الأموات كان كل المعجزات اللي عملها السيد المسيح هتعتبر والأقوال اللي قالها هتعتبر في أذهان الناس مجرد أحداث طريفة أو ممكن يشككوا فيها، لكن قيامته من بين الأموات وانتصاره على الموت كان تأكيد لحقيقة لاهوته، لأنه قام بإرادته الذاتية. عشان كده بنقول وبقيامته عرفهم بقوته، لأنه قام بإرادته، وبقيامته عرفهم بقوته لأنه قام بإرادته، قام بإرادته وحده هو، لي ذات أنا أضعها من نفسي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أأخذها أيضا. فهو قام بإرادته وقوته الذاتية
لأنه ناسوته كان متحد اتحاد كامل بلاهوته، ولم يفارق لاهوته، لم يفارق روحه ولا جسده، وإن كان روحه قد فارقت جسده على الصليب. هي طبعا مش حاجة صعبة، الإنسان بيموت يعني إيه؟ يعني روحه تنفصل عن جسده، لكن الطبيعة اللاهوتية للسيد المسيح لم تنفصل، ما انفصلتش عن جسده وعن ولا عن روحه، فضلت متحدة بروحه اللي نزلت للجحيم وحررت نفوس الآباء والأنبياء منذ آدم وحتى يوحنا المعمدان، وصعدت بيهم إلى الفردوس. ثم عادت هذه الروح المتحدة باللاهوت إلى الجسد اللي كان أيضا اللاهوت متحد، ما زال متحدا به، وقام في قيامة ممجدة عظيمة. فالقيامة كانت إثبات قوي، كانت أكبر إثبات وتأكيد للاهوت السيد المسيح. دي من النقط، نقطتين مهمين للقيامة. وآخر نقطة نقولها، القيامة إعلان للبشرية للانتصار على الموت. ناخد بالنا، كل الأنبياء وكل الأبرار كانوا يخافوا لحظة الموت، ليه؟ عارفين إنهم هينزلوا للهاوية. عشان كده أبونا يعقوب لما أبناؤه جوله وقالوا له ابنك يوسف في وحش افترسه، فبقال أنزل بشيبتي نائحا إلى الهاوية. ليه؟ عارفين إنه ما فيش خلاص، الكل ينتظر المخلص الحقيقي ليفتح لهم باب الفردوس. فالكل كان بيخشى الموت وبيخاف منه ويترعب منه، مفيش حد انتصر على الموت وداس عليه غير السيد المسيح. انتصر على الموت عشان يفتح لنا احنا ابواب الفردوس، ويكون لنا احنا رجاء في الحياة الاخرى. فالناس اتحولت، الموت اللي كان رعب اصبح للناس شهوة، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. دي قالها بولس الرسول لما شاف حلاوة الحياة الاخرى، لانه هو في لحظة من لحظات حياته اختطفت نفسه وصعدت الى السماء الثالثة في مكان الفردوس. فكانت القيامة اعلان وانتصار على الموت اللي كان منتصر على كل البشرية. وفي القيامة نقدر نقول في القيامة فقط مع داود النبي، أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوية؟ قبل كده ما كناش نقدر نقول الكلمة دي. هذه هي بعض حقائق التي تظهر أهمية القيامة. النقطة الأولى اللي احنا قلناها أن قيامة السيد المسيح كانت تأكيد واضح على حقيقة القيامة من بين الأموات اللي كان كتير جدا معظم العالم بينكرها. النقطة الثانية أن القيامة كانت تأكيد للاهوت السيد المسيح وأنه هو الله الظاهر بالجسد بقيامته، عرفهم بقوته لأنه قام بإرادته. وأخيرا القيامة انتصار على الموت اللي كان يخضع كل العالم تحت سلطانه، فأصبح ليس للموت سلطان علينا. وإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.